تعالوا بينا بقى نشوف مشروبنا النهاردة، المشروب الرسمي للشتاء. أنا بعشقه جدا، من الحاجات كمان اللي هي مشبعة، يعني لو بالليل حسينا إن إحنا جعانين، وده على طول إحنا حاسين بالموضوع ده الفترة دي بالذات. اشربي بقى كوباية فيها شوية حمص، والمية بتاعته بتحسسك بالدفى بالشبع والطعم. بقى النهاردة هنعمله حكاية وعن تجربتكم أنتم كمان. تعالوا نقول المقادير. عندي نص كيلو من حمص الشام، ده بيبقى شكله طبعا مختلف تماما عن حمص الطبيخ، نقعينه من بالليل للصبح. تمام. هنحتاج كمان نص كيلو من الطماطم متقطعه ارباع، بصلايه متوسطه الحجم متقطعه على اربعه، خمس فصوص ثوم سلام، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره كمون، واكيد ملح. دي المقادير، والمقادير سهله وبسيطه. وحد هيقول لي ايه ده، احنا هنحط في حمص الشام بصل وثوم؟ بيخلي طعمه حكايه بجد، زي اللي بتاخديه او بتاكلوه وتشربوه من بره بيبقى نفس الطعم طبعا واحلى كتير. تعالوا بينا في البدايه هحط البصل، احط معاه الثوم، واحط شويه ميه كده ايه عشان بس يمشي لي الدنيا. وعايزه الفرم بتاع البصل والثوم يبقى ناعم جدا جدا، عشان كده بضيف الميه. هايل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا اتاكدت ان خليط الثوم والبصل بقى ناعم جدا جدا جدا، وهو ده المطلوب. هنجيب بقى حله، ومحتاجين بقى حله، لا محتاجه حله كبيره، موجود. يلا حطينا حله على النار. تمام. زي ما قلنا الحمص بتاعنا، كمان عايز اقول لكم حاجه في الحمص عشان بيفرق في الطعم قوي، في حمصايه كده تلاقيها صغننه وهي ناشفه، صغننه وحمصايه تبقى مليانه وكبيره كده، هاتي الكبيره، كبيره بيبقى طعمها حلو قوي ولذيذه كده، وبتستوي قوي كده ما تبقاش ايه ناشفه حتى بعد التسويه. تمام. فهاتوا الحبايه بتاعه الحمص تكون كبيره. تعالوا نحط الحمص على النار. تمام. واحط عليه ميه مغليه، يعني عشان تسرع على طول يغلي معانا اسرع، ولو ميه من الحنفيه مش هتقول حاجه طالما هو لسه ساقع. امتى بقى لازم نضيف الميه تكون سخنه؟ اول ما الحمص يغلي ويبتدي يخش بقى يستوي كده، والميه بتاعته تقل وعايز ازوده، يبقى لازم يتزود ميه سخنه جدا مغليه. تمام. ما ينفعش ازود ميه من الحنفيه خلاص. تمام. تعالوا بينا كمان نحط يلا البصل. احنا كنا فارمين هنا ايه، فارمين بصل والثوم اللي هي بصلايه، وحوالي اربع فصوص من الثوم بشويه ميه عشان ناخد النتيجه دي اللي هي سايله خالص، عشان انا ما اشوفش البصل والثوم بعد كده يتلاشوا تماما، اللي هناخده منهم بس الطعم بتاعهم. ونغطي طبعا ايه، الحمص بيحتاج ميه كتير، واحنا كمان كلنا بنحب ميه الحمص يمكن اكتر من الحمص نفسه، فكتري الميه على قد ما تقدري عشان كمان ما تحتاجيش انك انت تزودي بعد كده، وسيبيه بقى يغلي، ولما يغلي هدي النار خالص عليه. تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده تعالوا، انا هستنى ان هو يغلي ويبقى نص سوا، بعد كده هبتدي اضيف له الطماطم، فهنفرمها ونجهزها كده. تمام. نفرم دول بعدين نكمل. زي الفل. فرمنا او عصرنا الطماطم سواء في الكبه بقى ولا في الخلاط. تمام. وهنستنى ان الحمص بتاعنا يغلي كويس قوي، ونهدي النار عليه، وبعدين نسيب بقى الحمص كده، ولما الاقيه خلاص دخل في التسويه هبتدي اضيف له الطماطم. طب ليه ما حطيناش الطماطم من الاول؟ علشان الطماطم من الحاجات اللي بتاجل شويه سوى الحاجه، فيفضل ان انا اخرها شويه. تمام. لما يبقى الحمص نص سوى اروح حاطه له الطماطم بتاعته على طول.
طيب بعد ما خلاص حطينا الطماطم والحمص بقى دخل في التسويه، تعالوا نبص بقى كده عليه. احنا طبعا عاملين شويه لان الحمص بياخد فتره على النار. هنا كده احنا ضفنا الطماطم واتسبكت والدنيا تمام، وهتلاقي بصي اللون عامل ازاي، ما شاء الله اللون رهيب. من الحاجات اللطيفة كمان اللي تقدري تزوديها للحمص، انا اشوف بس الدنيا تمام ولا ايه، معلقة من الكاتشب بتفرق جدا جدا بعد ما يستوي خالص بقى. خلاص استوى والدنيا تمام وهنطفي عليه، حطي معلقة كاتشب بتغير وبتخلي الطعم واللون كمان فظيع جدا. هنا كده خلاص الحمص زمان شايفين استوى اهو تمام. تعالوا بينا بقى ايه نظبط الملح، والملح برضو من الحاجات اللي لازم نستنى عليه شوية، ما نحطوش من البداية، نحطه مع الطماطم. يعني لما نيجي نحط طماطم نحط الملح، وفي نهاية الوصفة او نهاية بقى التسوية لما لقيته كده استوى ابتدي اظبط الملح، لو محتاج ملح تاني احط له، ولو محتاج نزود مية نزود. اهو بدأ يغلي الحمص، غلي وهو معاه الثوم والبصل اللي اتفرموا خلاص. وهنعتبر دلوقتي ان خلاص الحمص بقى نص سوا، فاقدر اضيف له عصير الطماطم واسيبه بقى يكمل تسويته مع عصير الطماطم والملح. تمام بالشكل ده، واحط كمان الملح ده بعد ما يبقى الحمص نص سوا. الحمص معانا استوى، حطينا له الطماطم والدنيا تمام، انا هطفي عليه دلوقتي. بس قبل ما اطفي تعالوا نحط بقى المنكهات بتاعتنا. هنحط رشه من البابريكا، الكمون علشان كده تفضل ريحته موجوده، ورشه سكر. خلصنا خلاص وكده حمص الشام جاهز معانا ان احنا نقدمه. ليه بقى بنحط كمون ولازم نحط كمون كمان واحنا بنيجي نشرب؟ يعني خلاص ده اتحط هنا، كل ما نيجي نشرب يفضل بقى ان احنا نحط رشه كمون وليمون، واللي بيحب الشطه اكيد. الكمون من الحاجات، احنا طبعا الحمص ده من البقوليات، فالناس اللي بتعاني من القولون فبيبقى فيه مشكله فيه وكده، فالكمون هنا بيعادل الموضوع ده وبيخلينا الى حد ما ما نتعبش من الحمص. عايزه اوريكم بقى شكل الحمص معانا قد ايه مستوي، الصوص بتاعه او الميه بتاعته خطيره وريحتها حلوه قوي ولونها جميل جدا. ميزه بقى في المشروب ده زي ما قلنا احنا بنضيف له الكمون والليمون والشطه. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي مع الحمص والميه بتاعته السخنه دي، لو حد عنده برد لا قدر الله، من المشروبات المهمه جدا جدا والمفيده جدا لدور البرد. حد عنده برد اعملي حمص الشام على طول هيتدفى. الليمون طبعا فيتامين سي، والكمون والحاجات دي، والشطه كمان من الحاجات اللي بتساعد، خصوصا لو حد عنده زكام والدنيا مقفوله عنده. فعايز اقول لكم مشروب مهم جدا جدا للبرد، علشان كده سبحان الله تحسوا ان الحمص الشام ده مرتبط جدا بالجو البارد. ميرسي يا جماعه. يلا بينا بقى نغرف حمص الشام، وبعدين نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول. تحفة، اتفضلوا معانا يا جماعة.